أعزائي المشاهدين ومن شارع المتنبي، معاكم الكتبية براء البياتي. اليوم راح نتحدث عن كاتب مهم، كاتب عراقي، محسن الرملي. محسن الرملي كاتب وروائي عراقي، ولد عام 1967 في منطقة الشرقاط. حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من كلية الفلسفة والآداب جامعة مدريد. رسالته كانت تتحدث عن تأثيرات الثقافة الإسلامية، حصل على شهادة الدكتوراه بال 2003. كتاباته تنوعت ما بين اللغة العربية والإسبانية، ترجمت أعماله لأكثر من لغة، إسبانية، البرتغالية، الألمانية، الفرنسية. أعماله كثيرة، منها الفتيت المبعثر، تمر الأصابع، حدائق الريس، ذئبة الحب والكتب. اليوم عندنا ويانا كتابه الأخير اللي صادر عن دار ومكتبة سطور، هو مجموعة قصصية، برتقالات بغداد وحب صيني. بهذا الكتاب يتطرق محسن الرملي إلى مجموعة من القصص المتنوعة بمواضيعها بأشكالها، يتحدث بها عن مواضيع كثيرة، منها عن موضوع الهجرة، الحب، التقاء الثقافات، الحب، الحرب. كتاب ممتع وشيق، أنصحكم باقتناء قراءته. شكرا لكم على حسن المتابعة، مع السلامة.